بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ورفة الرحمن أحمد ضفع الله. في إطار سعينا لأن نعرف knowledge into action بنحاول نلم التحايا بكل اللغات السودانية. وأسي حاليا دارانا أعرف التحية من مجموعة سودانية أخرى. فتفضل. لك السلام والرحمة. اسمي إيمانويل جون. أنا من قبيلة الشلوك. طيب كيف التحية كيف بتكون في لغة قبيلة الشلوك؟ طبعا لما تلقى ناس مجموعة تقول لهم ماديون بصوت عالي شوية. ماديون دي لما تلقى مجموعة. طيب لو لقيت زول واحد مادي دي لزول واحد. او اذا كانت انثى مادي دي بالنسبة للأنثى. أنثى نعم. يلا دائما إحنا بنسمى إذا كان راجل ذكر يعني بنقول له أسماء قد تكون بتبتدي بحرف أو. أو. نعم. إذا أنثى بتبتدي بNY. نيا نعم. طيب أنا سأل لو لقيت لي أنثى ده أسلم عليها بقول لها شنو؟ بقول له نيا ندي. نيا. نيا ندي معناها هي فتاة. نعم. أوكي. طيب في معلومة ثانية حول التحية ولا كذا؟ طبعا السلام نقول لها مير نعم بالسلام. بالسلام او محبة نقول لها مير. او لوفلي. شكرا جزيلا.